الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، ديننا الحنيف يؤكد على إكرام الإنسان حيا وميتا، ويبالغ في تكريمه والحفاظ عليه، فيقول سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن هنا استسمح السادة المشاهدين والمستمعين لألفت الانتباه حول نقطة مهمة تتعلق بمدينة تيغنيت، وخاصة فيما يتعلق بالمقبرة. وكل يعلم أن المقبرتين الشهيرتين في مدينة تيغنيت، المقابر الشهيرة في مدينة تيغنيت، مقبرة سيدي سموس ومقبرة سيدي عثمان ومقبرة سيدي عنتراني، كلها الملاحظ أنها آيلة إلى الضيق. ولأجل ذلك وددت أن أقدم نداء هنا إلى من يهم الأمر، وهو طلب استحداث لجنة اجتماعية ذات خلفية دينية وقانونية تتكفل بقضية حفر القبور، لأننا نلاحظ أن هناك مبالغات في تكبير القبور أكثر من اللازم عكس حجمها الطبيعي المطلوب. وأيضا نريد حتى لا نقع في محظور الضيق، نريد تنظيم هذه القبور بعضها جنب بعض، والاجتهاد قدر المستطاع في تفادي مبالغات البناء على القبور، لأن ذلك مما يسيء إلى تعاليمنا، وحتى نحافظ على مساحة الأرض المطلوبة وعدم الوقوع في التبذير المحظور شرعا. فينبغي التكاتف جميعا لتسليط الضوء حول هذه القضية، ونهب بسرعة لهذا النداء، وهو الاجتهاد في كيفية حفر القبور عندنا، وأيضا الاجتهاد في كيفية ضبطها وتنظيمها وإنشاء مقابر ذات طابع شرعي محمدي وبخلفية دينية بحتة ودون إفراط ولا تفريط، وذلك نزولا عند تعاليم الإسلام المحمدي. هذا ما أريد قوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. شكرا شيخ.